السلام عليكم. تم البارحة بولاية تيبازا تدشين الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلدية أغبال بولاية تيبازا إلى حدود بلاية عين الدفلة على امتداد مسافة 23 كيلومتر. والطريق الوطني اللي كان مغلق يعني لمدة طويلة تم إعادة هيئته وتحسين المسار دياله وافتتاحه إذن البارحة من طرف والي ولاية تيبازا. هذا الطريق يعني الجديد اللي يفك له العزلة على كثير من المناطق الجبلية في كلتا الولايتين تيبازا وعين دفلة. والسلام عليكم. ديجا كي نكونو حنا وحدنا بنات صرا بزاف لي ساكسيدون مع الطرقات كلا هكا كي عند تحكي مالك وين راهي دونك انا نمشي جيراتوار جيراتوار كيما ماشي كيما ديجا.